سعيد. صباح الفل يا حاج سعيد. لقاءاتك جميلة وحواراتك متفرقة. الله يكرمك. وبتجيب انت من قاع المجتمع للهيدم المجتمع. ازيك يا حاج سعيد؟ صباح الفل. احنا جينا ميعاد الفطار. ايه الطعمية القنابل دي؟ نجيب الفطار. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. ازيك يا حاج سعيد؟ ربنا يخليك. انت هنا من امتى؟ لا من كتير، ده من ايام الوالد. ما كانش بالحجم دوت يعني، كان الحجم ما كانش، كان الحجم محدود. الوالد كان شغله من الخارج، من يجي الشغل بيبيعه من بره بره. يجيب لي لوحدي ويبيع. من بره بره كده على العميل. انت طورت بقى. احنا طورنا بقى ان يعني كانت شغلة تجارة، بيع وشراء، ما فيهاش ابتكار ولا في صناعة ولا أفران ولا حاجة، ما فيهاش نظرة مستقبلية. لكن احنا بطلنا يعني، كان عندي طموح ان انا اعمل حاجة جديدة في مصر والمصر. طب عملت ايه بقى؟ الكلام ده بدأ سنة كام الأول؟ الكلام دوت بعد وفاة الوالد سنة 78. سنة 78 كويس. 78 توفى الوالد وانتوا ست اخوات؟ ست اخوات، وكان كلهم في المدارس، كانوا صغيرين. كان انا الكبير. انا الكبير. مسكت شغل والدك؟ في الفترة ديت انا يعني كنت داخل على مشارف الجامعة بعد ما جالي جواب التوظيف، بعد الوالد على طول دخلت كلية كنت داخل كلية التجارة. جالي الجواب، جواب الترشيح ان انا يعني ادخل كلية التجارة تنسيق. جا في الفترة ديت بعد منها باسبوع توفى الوالد، وانت فساب الحمل، حساب الحمل تقيل، وكنت مدلل في الفتره ديت بالنسبه ان انا كنت البكر بتاعه. يعني لقيت نفسي اتشايف ايه، طب اعمل ايه واروح فين واجي منين؟ يعني عندك اخواتك وبيتك ووالدين وكل الحمل والعبء عليا، لازم اثبت وجودي. من هنا ابتدى حرب بيني وبين نفسي، عايز اكون شيء. فالحمد لله حققت الشيء ده بفضل دعوات الوالد والوالده ومجهود الواحد. يعني يمكن يعني انكسرت كتير، ولكن الحمد لله كان الضرب اللي على ظهري كان بيقويني. مين اللي كان بيضربك؟ الحياه ولا الناس؟ الحياه وبعض الناس، لان هم ما كانوش شايفين شاب طموح. كان في ايه هنا لوالدك في المكان ده؟ محل صغير؟ كان الجزء اللي انت شايفه دوت البني ده، البني دوت بس، كان الجزء ده بس. وانت عملت ده كله؟ وانا عملت الصرح دوت الحمد لله. وتروح تانية مش هتعرف. انت بقى عندك في قليوب؟ عندي في قليوب، المخادن والمصانع، بيت المصانع. فاضطريت ان انا لقيت التجارة فلوس داخله وفلوس خارجه، مفيش كيف. الفكر جاي امتى؟ لما اتعرضت عليا تتعب شغل من شركه الادويه، فكنت لسه يعني عايزين منك. كانوا طالبين ايه؟ كانوا طالبين المجهوله ديت. يعني ايه المجهوله؟ القطعه اللي جت. طيب يعني جابوا قطعه عايزين زيها؟ جابوا قطعه عايزين تتعمل زيها عند خراط المفروض. لا 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 لا، دي عايزه تكنولوجيا عاليه. من هنا الفكر اشتغل. طب انا القطعه دي ايه هو اللي يعملها؟ مظبوط. فاختمرت الفكره وخدت بعض وسافرت بره. سافرت بره. رحت المانيا ولا رحت؟ لفيت 12 دوله عشان تشوف دي بتعمل ازاي، عشان اشوف ديت المكنه. عشان اشوف المجهوله ديت ايه اللي بيعملها. فاتضح ان هو تكنولوجيا عاليه في عالم الليزر، اطار عالم الليزر دوت عالم تاني طبعا، ما كانش موجود هنا في مصر. وانا من اوائل الناس اللي دخلت الحمد لله الماشين دوت. جبت المكن ده، جبت المكن اللي تعمل المكن، وجبت ناس دربوا الناس. لا صفرت ناس، من عندي هنا مهندسين، انا عملت الصف بقى. تكنولوجيا عاليه، عايزه فكر عالي، عايزه ناس متصوره، عايزه مهندسين. فاضطريت ان انا اسافر مهندسين من عندي هنا يعملوا تريننج في المانيا. لفيت 12 دوله ما لقيتش افضل من المعده بتاع الالماني. بعت مهندسين من عندك هنا مصر؟ بعت مهندسين يتعلموا في المانيا. يتعلموا في المانيا ونزلوا ورجعوا عندك. ورجعوا وبقى يعني المجموع القطعه ديت لما اجي اكلفها هنا في مصر كلام فاضي.
لما جالي بعد 6 أشهر اللي عرض عليا القطعه ديت بيقول احنا جبناها من ايطاليا كلفتنا فوق ال 30,000 جنيه قبل التعويض، وهي اصلا هنا ما تكلفش 5-7,000 جنيه. عملت منها ودي كانت البدايه القويه ودي بتاعتك. ودي كانت البدايه لما الفكر اتطور ودخلت معدات تاني ليزر تاني، ما هو كل سنه في تطوير. طب فرقنا بقى ازاي بتعمل الحاجات دي؟ بقى قطعه كده نمشي معاها. صباح الفل يا مصطفى، وري له المايك يا جماعه. صباح الفل يا مصطفى، انت بتاع التكنولوجيا كلها. ده احنا عندنا ده معصر. المكنه دي اسمها ايه؟ ده جامبرو فرنساوي. جامبرو فرنساوي. ده اكبر فجوه تعتبر، بيقطع 6 متر ويقطع 12 متر. بيقطع لحد 16 مللي. يعني ده بيقطع ده من اكبر فجوه. اكبر فجوه فيه موجوده في السوق هنا. اكبر فجوه. اللي هي تديني 6 متر. اقدر اقطع عليه 6، هو 3 متر 6 متر. تفرجنا بقى على حاجه بقى. دي البدايه، دي اول مكنه. دي البدايه دي يعني دي جت في اول الثمانينات مثلا. في اول الثمانينات ما كانش في اختها طبعا. لا ما كانش في اختها في الوقت دوت. ما كانش في اختها دلوقتي. كانت الامكانيات معدوده، فلجانا للبنك التنميه الصناعي ومشي الحال. اسمها ايه؟ دي بريس بريك. بالمعنى الدارج هنا عندنا. التنايه بتتني الحديد. يعني المجهوله بتطلع من ورا المعض بتدخل على الليزر. ده ليزر ده؟ ده شغل، ده ليزر. الشغل اللي فيه ده طول محمود. شغل ليزر. ده شغل ليزر. مفيش فيها حاجة. لا لا لا. باشمهندس عماد، انت هنا بقالك سنين. انا بقالي هنا 25 سنه. 25 سنه؟ 25 سنه. انت من وقت كده بقى؟ من هنا، من 23 سنه مع الحاج سعيد. متربي في المحل. طيب بدات الصنعه من اولها. وتعلمت كل حاجه فيها بقى. كل حاجه هنا خدناها من اولها، من اول ما كنا صبيان لحد ما بقينا اسطوات. متربيين عند الحاج سعيد في ورشه. طب انت بتعمل ايه بقى في البتاعه دي؟ ده بيعمل ده برضه ليزر ولا ايه ده؟ ده يعني قصدي كمبيوتر يعني؟ ده المكنه دي كمبيوتر. الماني. ال بي دي يعتبر احدث مكنه في الشرق الاوسط. الثانيه بتاعتها كمبيوتر زي ما حضرتك شايف، السندو بتاعها اوتوماتيك بيتحرك مع المكنه. بيقفل ده كده اسمه بانو. بنقفل بيه ده كده شغل فرام. المشغوله اللي كانت على البنش جوه ديت. ايوه. لما بيجيب الحاج سعيد مكنه جديده بتحسوا بيه انتوا كلكم؟ طبعا بفرحه، حاجه جديده. احنا بنحدث مصر كلها بتحدث. احنا عندنا مكنه احدث من دي كمان موجوده في اليوم. كتنايه سي ان سي. كل المكن هنا كله كمبيوترايز، ما لازم تواكب العصر. انا مبسوط منك انك بتقول عندنا. ايوه عندنا. ما تقولش عند الحاج سعيد. لا عندنا. ما هو احنا كلنا اولاد. كلنا اولاد. انا الحاج سعيد عمره ما حسيت ان احنا شغالين عنده، احنا كلنا هنا بنكمل بعضينا.
ربنا يديك الصحة. بالحب يا محمود بيه، بالحب حب الجماعة. دي المشغولة اللي تلك من ورا الشير. اه. ده المقاس اللي انا بقول لك عليه. تمام. لو اعرض مقاس. اه? اعرض مقاس. دي عرضها 2 متر في 4 متر ودي المكنة الوحيدة. وعندي الاكبر في اليوب. ده اليوب اكبر من اليوب. اه. بس ده يعني انت انا بدور على التمايز. يعني عندك حاجة بتاعتك. كل النورمال 3 متر. انا عندي 3 متر وعندي 4 متر وعندي 6 متر. يقول لك دي ما عملهاش غير حد سعيد. ايوه بالظبط كده. العمال هنا بيشتكوا كلهم ان ما عندهمش تامينات. لا كلهم مؤمن عليهم. عندك هنا كله. لا كله مؤمن عليه. طب ايه اللي جوه ده؟ في ايه جوه؟ انا هوريك. فني هنا انا يعني طلعت لك مات المعاكب بتاعتك. هي بترسم ايه؟ هي بترسم على المشغولة الوقت تنظيف. بتعمل عملية تنظيف؟ قبل ما تخش على في القطعة اللي هتشتغلوا عليها. الوقت انا اقول لها روح اشتغل على المشغولة دي. انت مهندس؟ بقالي 10 سنين في المجال. خريج ايه انت؟ خريج دبلوم صناعة قسم تجهيزات فنية. ومن ساعة ما خرجت بتشتغل عند الحاج سعيد؟ الحمد لله. بيديك أجر كويس؟ تمام. مؤمن عليك؟ الحمد لله. ما تبقاش تقول له أنا سألت. يا باشا. هو لسه مقص. لسه مقص، هو بيعمل علامة التناية. دلوقتي هو بيقص بقى ولا إيه؟ دلوقتي هو بيقص أهو. ده كله كهرباء، قص كهرباء ولا غاز؟ لا قص غاز. غاز. أكسيد وهيليوم ونيتروجين بيولدوا ضربة الليزر. محمد ما تعرفش تجيب المشغولة قدام الكاميرا هنا؟ ما هي متصورة. يا خبر ابيض. لا بتكسع بعد كده بتقفل. يعني بتتني كمان بتاعها؟ انا مركب كانت واقفة في السويس. على حاجة. على حاجة على ترت معين. هيبعتوا يجيبوه من ايطاليا. قول المركب هتفضل على الرصيف حوالي بتاع اسبوعين ثلاثه على بال ما يتنفد ويجي. الناس لجاولي. خدنا طلعنا المقاسات. خدت الترس عملت ازاي؟ خدنا الترس وعملنا اخوه في خلال ساعه زمن. كان الترس راح السويس اللي هو كان هيقعد اسبوعين وثلاثه على بال ما يجي. هتشغل المكان وهتشغل الرصيف. يعني ده ترس سمول دوت. في اصغر منه. في عندي ترس لغايه 60 متر. انفذه لو خدته على المقشطه او المخرطه ممكن يقعد في الشهر. هنا بيتنفذ في خلال نص ساعه او ساعه بالكثير. هات لي كلمه الله دي. الله الله. جبتها. ايه اللي عاملاه؟ جبتها. دي هدية؟ دي هدية. سلام. دي احسن من كلمة الله. طبيعي. Thank you.
بقى المكنه دي؟ دي بانشنج ماشين. دي المجهوله قطعه الطاط ديت اللي هي ناتج الشير اللي اتقطع اللي في الطابق اللي ورا التالي. ايوه جت هنا وهيشتغلوا عليه على البرنامج اللي مطلوب منه. طب تعال نروح للباشمهندس بقى قول لنا ايه القصه. باشمهندس ابراهيم. ازيك يا باشمهندس ابراهيم؟ بتعمل ايه؟ بشتغل شغل بانش وليزر. بقالك كتير انت هنا؟ بقالي حوالي 11 سنه. جيت هنا انت مهندس؟ لا انا خريج كليه التربيه والعربيه. وتعلمت درس عربي وتعلمت هنا. اتعلمت هنا. قول لي الناس بقى بتعمل ايه انت دلوقتي؟ ايه اللي بتعمل لها ايه الحديث؟ في لوح كهرباء تمام، دي فتحات شيش للتهويه تمنع الميه والاتربه. بنبرمج من المكتب من جوه على الجهاز وبعد كده بنشغل من على المكنه. انت دلوقتي دي التعليمات هي. هي واخده. خلصت ايه كده؟ خلاص هي خلصت. يعني انت لو في حد عايز يعمل قطعه ساق معينه بيجي هنا ولا انت لازم تاخد حاجه جمله؟ بيجي هنا. انا عايز يعمل هيكل اي حاجه تقدر تعدل. تقول ايه؟ نعمل من الابره للتنور. يعني ممكن يجي الباشمهندس. احنا صناعات مكمله. يعني انا ممكن لو عايز اعمل حاجه في بيتي او مصنع اي حاجه انت محتاجها انت ترسم لي معايا وتنفذ. حتى الديكور في الشقه بتاعت ساعتك ممكن نعملها. تعملوها؟ نعملها. كويس جدا. بص عيد اللي وراك على طول ولا؟ نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة. انت برضه اول ما كبرت كده بقيت شاب اشتغلت مع اخوك طبعا. ده خريج كلية حقوق. خريج كلية حقوق. بس حبة ما انت لما بتحب الحاجة وعايز تتعلمها هتديها. وهتفهم عشان انت تتوكل الله. وما شاء الله كلكم بتشتغلوا مع بعض. كلنا بنشتغل مع بعض. والكلمة بقى الحاج سعيد. الحاج سعيد ما حدش يتكلم. لا ما حدش. عشان تمشي المركب. طبعا. لو كل واحد قال رايه هو اللي مالوش كبير بيشتريه كبير. مظبوط ده المثل هو اللي بيقول لك الكبير موجود. كبير موجود مش هيشتريه. طبعا الحمد لله. الحمد لله. يعني الله اكبر. يعني اصل دي بتحصل دايما خلافات بين الاخوات لما يبقى في شغل. لا هو عمدا بترجع للتربيه. الاساس الاب. لما يحب والام طبعا. ام 99% الاب 1%. لما الاب يربي صح يبقى كله صح. يربى على غلط يبقى كله غلط. هيبدا كله. طب لما يبقى ليك راي غير راي الحاج سعيد شغلانه معينه؟ لا بنوصل لحد ما نتفق على راي. تقعدوا الصالح العام. يعني لو لقيت حاجه مش عاجباك تقول له حاج سعيد تعالى. هو طبعا هو معلمنا كمان الاخ سعيد. علمكم ايه بقى؟ ان الكبير فينا اللي يعمل مصلحته. يعني كبير اللي عمل مصلحته. اللي يعمل شغل كويس صح يبقى كبير. يبقى كبير. اللي هيتكسل لا يركن بقى. ملوش مجال. انا لو رأيت اصغر واحد اخواتي بيعمل مصلحه انا بركن لان انا شايفه ان هو كبير في فكره. يعني اللي عند كبير فيكو كبير بالشغل. ولو عنده ولما تختلفوا تعملوا ايه؟ ربنا ما يجيب اختلاف. لا ده رولي في الشغل كده. لا هو بياخد يعني ما بياخدش 24 ساعه ويرجع كده. انا اتشرفت بيكم جدا. اجمل حاجه انك تلاقي عيله متماسكه كده وتشتغل له حاجه حلوه. سعادتك محمود ايه هو بيرجع للاب. ما دام الاب محببنا في بعض الحمد لله هيفضل الحب لولد الولد. الحمد لله. فالحمد لله واحنا بنطلب من ربنا الحب. ربنا يديم عليكم. بس كده. وكان عندنا والده بعد الوالد بتاب يعني فضلت معانا 27 سنه ما حسيناش ان ابويا مات لانها كانت بالنسبه لنا الاب والام. وكان بدعواتها دي كان الحصن الامان لنا وكانت بتدينا دفعا قدام. لكن امر الله. ربنا يديك الصحه. شكرا يا حاج سعيد. تشرفتني.